الشباب عماد المستقبل وأساس التنمية المستدامة والتطور. وفي الاحتفال بالعرض النهائي ديمو داي الذي أقامته منظمة هادف للتنمية حاضنة الأعمال بتعز بالشراكة مع منظمة سوبر نوفاي الفرنسية باختتام مشروع بداية 2 الذي استهدف تأهيل 54 رائدة ورائد أعمال، والذي استمر 3 أشهر أسس فيه أعمال شبابية رائدة. فعالية الديمودي سيتم عرض 10 مشاريع ابتكارية من أصل 50 مشروع تم تدريبهم في المنظمة بالشراكة مع منظمة سوبر نوفا الفرنسية وبتمويل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. سيتم عرض 10 مشاريع ابتكارية، العشر المشاريع سيتم اختيار 3 مشاريع وسيتم منح كل مشروع 3000 يورو لبدء مشروعه الريادي والابتكاري في محافظة تعز. المشروع تمخض عنه 10 مشاريع ذات أثر وأفكار ابتكارية تواكب تطلعات السوق المحلية واحتياجه، عبر دراسة السوق مع مزج طابع التكنولوجيا المتجددة والجمال الكوني والبيئي وسلامته، وخلق الجمال والابتكار في آن واحد. هو عبارة عن تأسيس أول حاضنة أعمال في تعز. هذه الحاضنة ستساعد الشباب الريادي اللي حابب انه يبدأ مساره الريادي في المشاريع انه يلاقي مساحة يخطئ فيها، يقرب فيها بدون ما تكلفه تكاليف بناء مشروع خاص فيه. الحاضنة تقدم لهم الدعم الريادي الاستشاري، فرصة انهم يتعلموا يشبكوا مع رياديين اخرين، يتعلموا يقربوا السوق قبل ما يخوضونه بشكل فعلي. تعز قيمتها بشبابها والعقول التي تجعل من المستحيل ممكن، يخدم مجتمعه ومحيطه بنمطية ذات طابع يرنو للمستقبل بآفاق الإبداع، بعقول تبتكر وتفتش في حنايا الواقع وتتغلب على الواقع المعاش إلى آفاق العمل وكسر قيود المستحيل. الفكرة بدأت كهواية وشغف فقط للنباتات، تحول إلى مشروع حببت إني أشارك الناس النباتات والأشياء الجميلة اللي أمتلكها. أنا بهدف دخلت وعندي فكرة والحمد لله خرجت من هدف وعندي مشروع جاهز. والآن الآن المشروع طبعا فوز 3 مشاريع لا يعني بأن 10 غير مغدية أو 54 مشروع دون أهمية، إنما طابع المسابقات تحكم بأن يكون هناك تصفيات تتحكم بمعايير معينة، إنما توجد مشاريع ابتكارية متجددة. وبهذا الزخم يعني بأننا نمتلك في تعز ثروة قابلة للانطلاقة وإحداث طفرة سوقية تعتمد على العرض والطلب وسد فجوة الاحتياج السوقي والخدمة المجتمعية. مشروعي هو تكنو 3D برينت لطباعة ثلاثية الأبعاد. كانت طباعة ثلاثية الأبعاد كان بداية هي حلم، يعني كان بداية فكرة داخل علبة صندوق مخباة. بعد نبعت هذه الفكرة بحاضنة تعز بمنظمة حادث. طبعا الحاجة التي في محافظة تعز عندما كان احنا يعني ما نحصلش منظفات نوعية متخصصة بأوساخ معينة أو بقع معينة، جاءت لي الفكرة ان انا انشئ معمل واوفر هذه المنتجات. صاحب مشروع ميدكير الطبي، مشروع مختص بربط الصيدليات داخل محافظة تعز ويهتم بالصيدليات والأدوية وبالإضافة إلى أدوات تجميل داخل المدينة. مشروعي هو عبارة عن أول تطبيق إلكتروني داخل تعز خاص بحجز قاعات الأفراح ومستلزماتها. مشروعي هو عبارة عن تصميم مواقع إلكترونية ووسيط حر للأعمال الحرة في البداية لمجال الجرافيكس والموشن جرافيك والإنتاج المرئي. 10 مشاريع ريادية لأبناء محافظة تعز، شبابنا قادرين على أن يكونوا ضمن التنمية المستدامة، واليوم مشروع هادف أو الحاضنة للريادة الأعمال أوجدت مشاريع من العدم من شباب قادر على العطاء والعمل. مثلا هو الصفحة دي.